السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم أو بالمواضيع اللي أنتم تردون تحجون بها. مشاهدينا الكرام، المواضيع اللي احنا دا نطلعها لم يتم تصويرها على كاميرات متخصصة لقناة الرافدين، كلا، المواضيع اللي دا نطلعها الناس نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب البرنامج اسمه شنو؟ صوتكم، انتوا اللي تصورون، انتوا اللي تنشرون، احنا بس نعيد النشر حتى اكبر قدر من الناس يشوفون اللي انتوا جاي تصوروا. اللي حبي يتصل بينا يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الارقام اللي تشوفوها بالاسفل، اللي ما يقدر يتصل بينا لاي سبب كان الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب يقدر يكتب لنا رساله نقراها بالدقائق الاخيره. نبدا اول ملف ويانا واللي هو ملف الجفاف وازمه المياه. هاي الازمه اللي تعصف بكل معنى الكلمه ببلاد الرافدين. بلاد دجله والفرات. اللي مع الاسف اكو مخاوف انه بلاد الرافدين بلا رافدين. نبدا من النجف. اللي طلعت بها تظاهرات حاشده لاهالي قضاء المشخاب واللي طالبوا بها بتوفير المياه اللازمه للشرب والغسيل وحتى للزراعه، يعني لتلبيه احتياجاتهم اليوميه، واللي صارت هاي المشكله تهدد بقاء اراضيهم الزراعيه والحفاظ على حياه مواشيهم، ولذلك خلونا نشوف هذا الفيديو. قضاء المشخاب للمطالبه بحصه القضاء المائيه. قضاء المشخاب يتعرض إلى مؤامرة وتهميش متعمد وواضح من قبل وزارة الموارد المائية والقائمين على وزارة الموارد المائية في النجف الأشرف. على الأقل إحنا كأبناء مدينة قضاء المشخاب نطالب بحصتنا المائية من أجل البساتين، من أجل المواشي. زراعة أكو آلية محددة من قبل الوزارة ب 3000 دونم للنجف الأشرف يتوزع بين الأقضية والنواحي، وهذا قانون إحنا ما نتدخل به، كل سياقات عمل الدولة. احنا مطالبنا الان واضحه، مضخات مائيه على ضفاف الانهر لايصال المياه الى اطراف قضاء المشخاب اللي يعاني الجفاف التام. رسالتنا اليوم من ناظم المشخاب سلميه، اذا تجاهلتنا وزاره الموارد المائيه والمسؤولين في قضاء النجف في محافظه النجف، احنا مقبلين على خطوات تصعيديه يتحمل مسؤوليتها نائب المحافظ الاول المسؤول عن ملف الزراعه شخصيا. هاي الناس اللي طالع اليوم باعداد قليله، لا، ممكن بعد ساعه تزود الاعداد والامور تطلع عن السيطره. احنا مطالبنا واضحه، مضخات مائيه توصل لقضاء المشخاب على مود نقضي على افه الجفاف الموجوده بالمشخاب. اي سي اطراف قضاء المشخاب ما يوصلها الماء. المضخات المائيه تساعد بنقل المياه من الشط الرئيسي الى اطراف قضاء المشخاب اللي يعاني موت بطيء. ما يحصل في المشخاب اليوم صراحه ينذر بكارثه بيئيه سوف تحصل في قادم الايام. طبعا المشخاب اليوم الاحتجاجات تطالب باعطاء الحصه المائيه لقضاء المشخاب الذي يسكنه اكثر من 150 الف نسمه، اعطاء الحصه المائيه التي يستحق. اليوم لو تلاحظ من جانب المشخاب تشوف شحه بالمياه، شحه كبيره بالمياه، بينما لو تلاحظ الجانب الاخر من سده المشخاب وناظم المشخاب نوفره بالمياه. اليوم خرجنا بالمطالبه بتوفير المياه وتوفير المكائن لارواء الفروع التي تستمد المياه من نهر المشخاب الرئيسي. اذا اللي دا تشوفه يقول لك المشخاب بنوا بيها ناظم. هذا الناظم حرم منطقة على حساب أو نطل منطقة على حساب منطقة ثانية. حرم منطقة لأجل منطقة ثانية. فهو يقول لك احنا ما نريد شيء. حطوا لنا ماطور وانطونا حصصنا المائية، لأنه اللي دا يصير مو طبيعي، وأكو كوارث راح تصير في القضاء إذا لا سمح الله استمرت الأزمة. أما من قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية، الناس هناك وصلت حدها بسبب مشكلة الجفاف والنقص بالحصص المائية بشبكات الإسالة وبالأنهر العراقية، واللي الدولة ما مهتمة بهالموضوع نهائياً، والناس هناك قامت تخاف من الهجرة عن القضاء بسبب هاي المشكلة، ويطالبون الجهات الحكومية والمختصة أن تلقى حل لهاي المشكلة، واللي إذا استمرت راح يهاجرون من القضاء. فتعالوا نشوف ايش يقولون. هذه المنطقة تبعد عن قضاء الحمزة، عن المركز مال الحمزة تقريبا 8 كيلوات. المشكلة انه بداية هذه القرية القيمقام مال القضاء، يعني هذا المسؤول عن هذا القضاء بشكل عام، بيته بعده عن هذه المنطقة ما يتجاوز يمكن كيلوين عن هذا المسار. هاي الوادم هسه اللي عايشة انا، عايشة كلها على البريمة. يعني هاي البرينة اللي قدامكم جاي تشوفونها
وهذا الوضع اللي جاي يشوفونه. اي مسؤول يجينا يشوف مشاكلنا؟ احنا ماي ما عندنا، هذا اعتمادنا على البراين. الله وكيلك، هذه البراين اذا جفت نهاجر احنا نهائيا. ماي ماكو، طريقنا هذا من الثمانينات لحد الان حتى صيانه ماكو. زين هذه شو اسمه شوارع هاي اللي بداخل المنطقه نهائيا، هذه اذا مطرت الدنيا احنا ما نطلع، المريض عندنا يموت بمكانه. ما معاناتنا معاناه مو طبيعيه نهائيا. ولاكو مسؤول يوم من الايام اجانا، انا اقول لك بس بالانتخابات صدق يذكروننا كلها تجي واحنا نسوي لكم هتشي، هذا يقول اذب سباسات، هذا يقول ابني مدرسه، هذا يقول ما ادري ايش اسوي. والله بس انتهى الانتخابات ما شفنا. المشكله الرئيسيه الماي، يعني ماي ما عندنا، همكم الماي. اي همنا الرئيسي الماي، نهائيا ماي ما عندنا. ها احنا معتمدين على هذه البراين، وهاي البراين اكيد راح تجف 100%. اي ما لها مصدر. اي هاي الدوارة يجف، هذا ما لها مصدر، منين تيجي الماي؟ وبعدين هاي ارضنا كلها ارضها مايها مر. يعني انا هسه هذا هاي برينتي والله العظيم صونتي 450 متر يلا تصل لبيتي. اي يعني الى حفرت غادي ما يمر. اللي ما يفتهم اللهجه العراقيه واللي يريد يعرف شنو هي البرينه، البرينه بالدريل اللي هو المثقاب او اللي يحكوا عنها اللي هي تحفر بالقاع، يعني بير، يعني دا يحكوا عن المياه الجوفيه العراقيه. وقال كلمه اكيد راح تجف، فمو من المعقول أن المياه الجوفية العراقية راح تستمر إلى أبد الدهر، لا نهائيا. فهذا اللي دا يصير بهذا القضاء، أكو مسؤول يجيهم قالها بالانتخابات لما نريد واحد يصعد يجيهم، أنا أعبد لكم طريق، أنا أوصلكم مي، أنا أوصلكم كهرباء، أنا أخلصكم من المشاكل، أنا أحل لكم كل مشاكلكم، بس انتخبوني. تصير الانتخابات، إذا راحت الناس لأن كلها قامت ما تصدق نساهم ونطاهم إذن الطرشة. أما محافظة بابل، محافظة بابل عندنا منطقة اسمها المجارية، الناس هنا قطعة الطرق الرئيسة بالمنطقة والقضاء اللي هم بيه بسبب انقطاع المياه المستمر بشبكات الإسالة، واللي هددوا بالتصعيد بحال عدم حل هاي المشكلة من قبل الجهات الحكومية، وطالبوا حكومة الإطار أن تطلق الحصص المائية فورا. تعالوا نشوف سوية. يعني هذا كما تلاحظون طريق حلة ديوانية، هذا مدخل حلة ديوانية الآن يتم فتحه من قبل المتظاهرين أمام المجرية. يعني شوف هاي الشوارع الرئيسية إلى دخول وخروج محافظة بابل الآن مغلقة. ليش؟ هسه راح نروح نعرف ليش هاي الشوارع مغلقة. يعني السلام عليكم، شلونك عمي؟ ليش هذه اليوم؟ ليش هذه الشوارع؟ عطش ماي ماكو رجال، ماكو والله. يعني بس الحله مسدوده من جميع الجهات. ماكو مسدوده عمي، بهاي العطش الله وكيلك على الدير من 94 بس. لا والله. الله وكيلك. الله يسعدك. دير التوازن من 94 بس. لا. الله يسعدك. الله بلحت من العطش. يعني الان هسه احنا انقطع الطرق دي محافظة باب الرئيسية مو؟ نعم. حياكم الله. احنا العطش الثاني عمي. الله يسعدكم. طبعا كما تلاحظون الان الطرق الرئيسية لدخول محافظة بابل والخروج الى محافظة بابل مغلقة. هاي كما تلاحظون بأمر من المتظاهرين. هاي شوف العالم قام ترجع. السلام عليكم، شلونك عمي؟ محافظة بابل، يعني اللي يريد يطلع من بغداد وينزل المحافظات الجنوبية لازم يطب بمحافظة بابل. شو الحكومة مغلسة على الموضوع، ما طلع لهم واحد قال لهم انتهوا قبل أن تنهوا، وما طلع لهم واحد وقال ذولا زوبعة في فنجان، ما طلع لهم واحد وقال لهم أنا شايل سيفي بيدي وأطب لكم. قاطعين الطرق ويقول لك ماي ما عندنا لأنه كتلنا العطش. أما الحل شنو؟ بالبصرة نروح ننزل البصرة ونروح إلى قضاء شط العرب. شكوا الناس هناك من انقطاع مياه شبكة الإسالة الحكومية عن القضاء والأيام مستمرة، ولما يروحون إلى دائرة المي حتى يراجعوها ويسألون عن المشكلة شنو منو ليش شنو الحل، المفاجأة أنه الدائرة ما بها موظفين، بس كل رأس شهر المواطن مجبور يدفع الفاتورة مالته والجباية اللي دائرة المي تسويها. والا تعالوا نشوف سويا. ماي دائره شط العرب الماي موظفات كلها مطفيه، تريد لك موظف هنا ساعه عليا، ما حد موجود، ما حد متواجد، الغرف فارغه ولا واحد موجود. تفضل، هذا دائره ماي شط العرب
المشروع. هاي الوادي ماك فينات تريد له واحد يسولف وياه ماكو. لقينا الشرطة خوي قدام وما حد جوا. صيح الريد ما حد. هاي دارة فارغة. قلت لهم موجودين. صحوا نعم صحوا نخاف واحد ما يسمعنا يقولون ماكو ما صحوا. هاي دارة ماي شط العرف هذا المشروع والتانكي. لاحظتوا جماعة الخير انه شلون الحال بالعراق؟ تخيل دائرة بها موظفين المفروض يداومون، خصوصاً هيج دوائر خدمية اكو بها شفتات تبات تتبدل. لأنه هاي الدائرة إذا صار عطل بمنطقة لازم 24 على 24 اكو ناس تشتغل بالدائرة واكو مهندسين وناس تشتغل تطلع للكشف، تطلع للحل إذا كسر بوري بالشارع، إذا صارت مشكلة بمنطقة ما، إذا ضرب بوري بمكان ما تروح تصلح. بس الجماعة هنا يروحون يلقون الدائرة هيته. فشنو رأيكم في هيك دائرة؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من فيسبوك. سيد كاظم البعاج يقول عمي احنا منطقة الصالحية جاي نعاني ماي ماكو صار لنا 5 أيام، يعني ما تخافون الله قاطعين الماي على الناس والنوب تروح لدائرة ما تلقى ولا موظف؟ شنو هذا الانفلات؟ أو واحد يذبك على الثاني ولكم لا صايرة ولا دائرة. سنة 2023 وراح ندخل بال 2024 وأبسط الأمور ماي ماكو. محمد السعد يقول للأسف هذا واقع القضائي، سكنة 1,000,000 نسمة، ماء ضعيف ومنقطع دائما، والكهرباء أسوأ منه. إجواد كاظم حميد أبو حسين يقول قضاء شط العرب يعاني من شحة المياه بسبب المسؤولين في قضاء شط العرب الكباسي لا يوجد به ماء إسالة من وعدة أيام، لو يضخ ساعة باليوم لو ماكو نريد سبب الإهمال. محمد الشوكان صار أكثر من 4 أيام بدون ماء، ليش؟ شنو السبب؟ يعني إجا الصيف وجت نفس المعاناة. فالشعب العراقي معاناته هسه اذا نريد نحكي على المي راح تتقسم في فصل الصيف والشتاء. بالصيف ما عنده مي بشبكه الاساله ويكون له عطش. بالشتاء تمطر الدنيا تغرق البيوت، تغرق الدنيا، تخرب الاجهزه الكهربائيه، يخرب الاثاث، ويعانون. يعانون من المي بالشتاء لما يطب لهم مي مال مطر، ويعانون من المي بالصيف لانه ما عندهم مي لا يشربون ولا يغسلون. هذا مجمل الحياه بالعراق اللي يصورها بعض الناس على انه هي ورديه. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المشكلة العويصة اللي استجدت بعد 9/4/2003. نعم. يعني نجي على قولة المصريين هات من الآخر. نجي من النهاية اليوم تصريح إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يقول سنرسل إلى العراق وفد عالي المستوى لإجبارهم على إعادة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر الأراضي التركية إلى جيهان. زين في نفس الوقت هو يقصف بدهوك، في نفس الوقت احنا نستورد منهم 30-40 مليار بالسنة دولار، وكذلك الحال مع إيران. طيب قانون دولي يقول لك دولة المنبع ما يصير تبني أي سد مهما كان صغير، وإنما السدود تبنى في الدولة التي ينتهي فيها النهر. سوريا باني 10 سدود، إقليم كردستان باني 25 سد، إيران غيرت مجرى النهر بنت سدود، تركيا باني تبني بهالسدود وما بلحقه. زين أنتوا الحكومة العراقية دوركم شنو؟ يصيحون تعظيم موارد الدولة يجوك على الضرائب، ما كهرباء ماكو، مي ماكو، ما ادري شنو ماكو، يجون ياخذون المواطن. زين انتو ايضا بالمقابل قل له يابا احنا راح نسد الحدود وياك، نلغي المنافذ، نلغي الاستيراد من عندكم، نلغي تصدير النفط، لا تطونا المي مثل ما يمارس عندك الضرر تمارس عندك. ثانيا احنا لحد الان ابو زينب ابو زينب ابو زينب ابو زينب انت تقول المفروض يقولون نسد الحدود ويا من؟ ويا ايران ويا تركيا ويا كل دوله تهز العراق. لحظه لحظه واحده، يعني تتوقع ذولا خصوصا حكومه الاطار التنسيقي اللي هم احزاب يدينون بالولاء الى ايران
مهما فعلت إيران بالعراق راح يسدون الحدود وياها أو راح يضروها مثلاً؟ هو المفروض، ليش أقول لك المفروض أن يقول حتى يثبت وطنيته، يثبت ولاء للعراق للشعب زي اللي تتحكمني ولكن الغير دولة. نعم. بس بعدين أنتوا كلكم شغلاتكم براس هذا الشعب المسكين المقروض 20 سنة دمرتوه وكافي عاد، انهبتوا أمواله جيسون غسيل أموال عبر تركيا ثم تروح إلى دبي زين، والسيدة يتجه لك اتجاه جديد يا بشكو التنظيم هذا نعطيكم أموال عن طريق شو يسموا هذه الإلكترون، حتى شكو دولار يطلعوا برا، حتى الدينار ياخذ عباس عقب يقول لك صار انقلاب صار كذا، تحولت الحكومة إلى الشعب، نخلي الشعب ولا دينار عنده. بالنسبة إلى من يتولى الحكم بالعراق من 2003 لليوم، الولايات المتحدة الأمريكية اللي جابت ذولة واحتلت البلد قررت على العراق حصار اقتصادي استمر من 1990 إلى 2003. 13 سنة من العقوبات خلت العراق ما يقدر يستورد فتفوته وحرمته من أقل إمكانياته، ومع ذلك كان العراق عايش. خلنا نحكي هيك، بالمقابل ماكو ولا دولة بالعالم ساعدت العراق إلا بعض الدول البسيطة أو الصغيرة، بينما إيران حالياً أكو عقوبات اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت أيام الحصار الحصار الأمريكي على العراق تحارب أي باخرة تريد طب للعراق بها مؤونة غذائية. اليوم العراق هو المنفذ الرئيسي للدولار إلى إيران بعدة طرق غير مشروعة والعالم كله يعرفها، ودي يحتالون على العقوبات وإيران عايشة، بس منو الميت؟ احنا. يا ترى ذولا راح يكفوا لك بوجه ايران ويقولها انت سديتي 40 نهر وغيرتي مجرى، رجعي لنا اياه والا اسد الحدود. هم قطعوا الغاز علينا، الناس ماتت من الحر وما حد بيهم من المسؤولين يسالوه ويتصلون بوزير الكهرباء يقول له صدق ما عندنا كهرباء لان ماكو غاز ايراني، يسكت ما يقدر يجاوب. فشلون راح يواجهوهم؟ عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل، إحنا الأزمات مالتنا مستمرة. نعم. من أزمة إلى أزمة، أزمة الكهرباء وأزمة الماء وغيرها من الأزمات. يعني قطاعات ما شاء الله ما عندنا ولا قطاع بالمنظومة العراقية منجز. نعم. كل القطاعات والمنظومات هي مشاكل. نعم. من بعد 2003 تزداد سوء بعد سوء. شنو السبب؟ السبب لما الإرادة الوطنية مرهونة للأجنبي. نعم. الجيش السياسية كلها تقاد من قبل الخارج، فلما تكون الإرادات لتقود البلد مرهونة للخارج، أعرف كل الزين بأنه هذا البلد ما يكتب للنجاح، ما ينهض، ما يتقدم، ما يتطور. ليش؟ لأنه ما عندنا ناس سياسيين وما عندنا ناس مخلصين. نعم. ال- 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 أي بلد، أي بلد بالعالم ينهض بإرادة أبنائه. أبنائه يكونون مكافين وتكون قلوبهم حريصة على بلدهم، بلد ينهض يتطور. لكنه للأسف شوف يعني القادة السياسيين هم بياناتهم المشاكل والخصومات والمناكفات عن أمور تافهة. يعني أبسط مثال الموازنة اللي يعني وكأنما الموازنة لهم للسياسيين والشعب ما له أي حصة. يعني شفت أنت يعني ما شاء الله اضطوا حصة لجزر القمر للصومات. يا أخي إحنا عندنا مثل يقول يا سادة فار، اللي يحل على البيت يحرم على الجامع. يا أخي أنت لما تكون مكتفي وأبنائك عايشين برفاهية وخير والحياة وردية ومتنعمين، إيش الساعة الزايد اللي عندك أطي جزر القمر الكوكب المريخ، احنا ما نقول لك، بس انت ابنائك هم اليوم يعني يعيشون
العوز والفقر، وما شاء الله اغلب يعني العوائل يعني هاي الفقيره تعيش على 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 الزبد يا استاذ افهم. نعم نعم. واحنا نعم. ما شاء الله السياسيين مالتنا يتفرمكون براس هذا الشعب الفقير. نعم. ليش؟ نعم. لانه ما عندنا ناس مخلصين يقودون هذا البلد. نعم. فالمشكله مال المي وغيرها من المشاكل ما عندنا ناس مخلصين تدافع عن حق العراق، والا نعم. يمكن العراق اذا كانوا اذا كان اكو بي ناس يعني يدافعون عنه وحريصين عليه تدوين قضيه المي، واكو مجلس الامين وهذا واطالب حصتي. شفنا احنا مصر شلون طالب. اعتذر منك استاذ عبد الرزاق وشكرا لك. حسين من الكوت ويانا، حياك الله يا حسين. دافع عن حقوقه، احنا هذا الشيء نفتقد له يا استاذ افهم. نعم. تحياتي لك. شكرا شكرا لك عبد الرزاق. حسين من الكوت حياك الله حبيبي. الو راك. تفضل. اريد اسولف بالبرنامج. انت على الهواء اخويا. اه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخويا، تعال الهواء تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيل استاذ؟ هلا بيك. والله احنا نريد على هاي التعيينات اللي بنها تريد ان شاء الله بينونا. على التعيينات؟ والله هاي التعيينات اللي بنها مال الشرطة نريد ان توصلون صوتنا. وصل ان شاء الله. وصل. وصل ان شاء الله. وصل وتابع الحلقه وراح نحكي عن قضيه البطاله والتعيينات. شكرا شكرا. نعم. نصت من بعض فلوس ونصت اي بعض. تمام تمام تمام. شكرا لك أيوة حسين. نروح هسه نحكي بملفنا الثاني واللي نتناول به قطاع الصحه اللي اقل ما يقال عنه منهار متردي مزري بسبب الاهمال الحكومي والفساد المتعمد من قبل كل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق من سنه 2003 لحد هاي الاخيره اللي شكلها الاطار التنسيقي الموالي لايران واللي يتزعمها محمد الشياع السوداني، واللي صارت بسبب اهمالهم مستشفيات العراق النموذجيه واللي كان ينضرب بها المثل عباره عن مكب للنفايات. وهنا عندنا مواطن يوثق لنا تراكم النفايات وين؟ بمحيط مستشفى اليرموك ببغداد. تعالوا تفرجوا. يعني انتوا تصدقون هاي المزبله حشاكم بصف مستشفى اليرموك؟ هاي اللي تشوفوها بصف مستشفى اليرموك ريحتها بعد كيلو متر تشتمها، العاد شلون المرضى اللي بالمستشفى؟ انا اريد افتهم شغله واحده، دور البلديات بالعراق شنو؟ اذا حاوياتنا كلها مكسره ومفلشه والمناطق متروسه زباله، شنو دور البلديات؟ هاي هنا دارت البلديه شو تقول للمواطن؟ حبيب قلبي تريد تتمرض تتونس تقعد بسديه مال المستشفى؟ روح يمي اليرموك، افتر لك شويه يمي المزبله، اشتم لك نفس بريحه تقتل كتل، وخذ لك كم ميكروب كم جرثومه وطب لليرموك. طبعا الحال باليرموك جوا ما يختلف. هاي المستشفى كانوا العراقيين قبل يعني لما يطب لليرموك يعتبر نفسه طاب الى ارقى المستشفيات العالميه، لانه كانت واحده من اكبر المستشفيات العراقيه. نطلع من بغداد نروح هسه الى محافظه ديقار ونشوف هناك حال ردهه الطفل بمستشفى الحسين التعليمي. تخيلوا مستشفى الطفل اقل ما يقال عنها انه هي مو مستشفى، لان المكان الوحيد اللي لازم يكون نظيف اللي هو المستشفى ومتعقم 24 ساعه على 24 ساعه. الحال بيعكس. تعالوا نشوف سويه. شنو رايكم بالنظافه مال المستشفى؟ تخبل ما شاء الله. العراق بفصل الصيف واحد من البلدان العربيه الحاره المشهوره بتسجيل درجات حراره عاليه وقياسيه، خصوصا بعد قطع او رفع كافه الاحزمه الخضراء اللي كانت محيطه بالمدن واللي كانت وظيفتها انها تلطف الاجواء وتنمع الاتربه والغبار من الوصول الى المدن. لكن الوضع حاليا هم تراب وهم درجات حراره عاليه بهذا كله. تخيل نفسك مريض وهذا المريض يروح يراجع مستشفى، مثلا هنا مريض يروح يراجع طوارئ مستشفى كركوك ويدخلوه الى ردهة الرجال بالمستشفى الطامة الكبرى ما بها تبريد، يعني اذا ما كتلك المرض
كتلة الحر، تعالوا نشوف سوية. يعني الحكومة لهالقد ما محترمة المواطن العراقي، لا السقف الثانوي عدل، لا الحائط نظيف، لا السدية مال أوادم، لا الأجهزة جديدة، لا القاع نظيفة، لا عد الميزانية اللي دا تنصرف على وزارة الصحة، وين دا تروح؟ بس حايريلي يروحون يشترولي أجلكم الله نعل طبية حتى الممرض لا يطلع صوت بالمستشفى بخمسة مدري ستة مليون دولار وتنخمط، لأن حتى ذني طلع عن كذب بوقت عدي الحمود. الناس لما شافت هذا الفيديوهات وغيرها علقت على هذا الموضوع وقال الوصال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه. ولكم شنو هالوصخ، شنو هالقذارة، هذا مستشفى لو مكب نفايات، حسبنا الله ونعم الوكيل. حاتم عبد الله ياسين: واقع المستشفيات في العراق مزري جدا جدا، أين تذهب المليارات المصروفة؟ بياجية بتدخل بدون حساب. وصاحب القرعاوي يقول حتى تنجبر تروح للمستشفيات الأهلية اللي هي تابعة للأحزاب الحاكمة. أما غزوان عبد الله يقول لكم بالخارج مستوصف بقرية فوت عبالك طاف فندق خمس نجوم من النظافة والترتيب والعناية. فكان هذا الموضوع اللي دا نتكلم به عن قضية الصحة. مشكلة عبد الرزاق من بابل يقول غياب الوازع الوطني. المشكلة أنه الوطنية لما تتكلم عن غياب الوازع الوطني ماكو شيء يسمى ذهاب الوازع الوطني إلى دول الجوار، هو غياب ويدين بالولاء إلى دولة أخرى، هاي بحدها طامة كبرى وجريمة بحق البلد اللي هو ينتمي له. يعني مثلا أنا عراقي وجوازي بجيبي عراقي وأحكي باللهجة العراقية وعشت طفولتي وشبابي ببلدي العراق، لكن أدين بالولاء إلى الأرجنتين وأحب منتخب كرة قدم الأرجنتين وأتابع أخبار الأرجنتين وأتمنى السفر إلى الأرجنتين، ولا يقولوا لي تبيع بلدك كله طاب وصرف بس حتى يودوني للأرجنتين، واللي دا يضحك أقصد إيران، أقول أنا موافق بس وصلني لهناك. هاي جريمة، هذا اللي دا يصير بالعراق. فغياب الوازع الوطني قطاع الصحي منتهي، غياب الوازع الوطني المي منتهي، غياب الوازع الوطني التعليم منتهي، غياب الوازع الوطني الناس تعبانة. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ هلا بيك يا الغالي. سادي انت تقول نظافة وزارة الصحة هي أفسد وزارتين، أفسد وزارتين الصحة والداخلية. لا ولا والله كل الوزارات فاسدة. أبو عبد الله أنا حكيت المفروض، قلت يعني هذا المكان اللي هو المستشفى لازم يكون أنظف مكان بالبلد، لأنه المريض يحتاج مكان نظيف حتى يتعالج. أنا حكيت اللي صح لازم يصير. نعم صح متجدد نعم. من استورد تكرم نعل يعني شنو؟ أنت دلالة باب الشعبهم شنو؟ شو الجيرة؟ يعني جيبي فرد حاجة شعبه زينة للصحة والأجهزة اللي استوردوها للدوائر الصحة كلها فاشلة، وإذا مو فاشلة هم يعطوها، لأن عندهم مستشفيات برا، لازم مستشفيات برا تعزل. أنت أرجع قبل 2003 أكو إيش مستشفيات برا أهلية؟ ماكو مستشفى أهلية، يعني نفس المستشفى أهلية، الجامعة أهلية، المدرسة أهلية، التدريس كان قبل التعليم الإلزامي، التعليم الإلزامي، يعني شلون الخدمة الإلزامية؟ أنا بوعي اللي يغيب الطالب من يغيب ثلاث أيام أو سبع أيام، نعم يدلون على أبوه يسموه ابنك ليش ما جاء المدرسة؟ هسه بالعكس هم يجي يطلع من المدرسة لما يخدمهم. لازم واحد يطلع برا مع احترامات هذول الجهه المنصوب، اللي يبيع ماي، اللي يبيع زينس، اللي يشحد، اللي يشحد، وراها من يكبر من يشب من يبلغ 18 يشتغل بالكريستال، بالكوكايين، بالحبوب المخدره، هاي حتى درس عليه يدرسون. نعم. ويطلع من
وزير التربيه يقول لك سوينا سويت ما تقول لي سويت، وكلهم يطلعون سوينا وسوينا وحرمنا وحرمنا، ايش حرمك وايش سويت؟ نعم. يطلع محمد الحلبوسي لازم يرجعون المهجرين كلهم لديارهم. نعم. يعني تلزمه قبلي جرف الصخر. يقرطوا بجرف الصخر. نعم. يطلعون في بيت سلالك من غادي. الحشود والميليشيات طلعت بيت سلالك. نعم. يعني انت قاعد بارطه بيت وهو يرجع المهجر يرجع لبيته. كل الله الاطراب هذا وين يقعد؟ بخيمه؟ نعم. يا اخي عمي يا اخي ابسط موظف بدوائر الدوله صار حرامي موظف بسيط. عامل الخدمه هذا البسيط. نعم. تقول لك سوي فلان شغله يقول فلان شغله يقول لك جيب 10,000. يا عمي كذا حراميه نعم. والله عمي من اخوك من هذا البشر ماكو الا بقدره رب العالمين. نعم. واني ممنون منك. شكرا لك ابو عبد الله. بكل بلدان العالم اكو دوائر تشتغل لرفع النفايات والعاملين، او خلينا نبدي بدايه اللي يشتغلون بسلك النظافه عمال البلديه في كل بلدان العالم لهم من ادنى كل الاحترام، لان هم يفترون ويشتغلون في كافه المواسم بالمطر بالعجاج بالحر بالثلج، هذا يشتغل حتى ينظف المدينة ويخليها بأبهى صورة وبأحلى مظهر وأنقى رائحة وتكون مريحة للعيش. أنا دا أوجه رسالة إلى كل الناس اللي تشتغل بهذا المجال، اللي بالياباني يسموه مهندس نظافة، لكن بالعراق هذا الشيء ما موجود مع الأسف، لأنه مو موجودين ذولا، بس ماكو رقابة. النفايات عايشة ويا البشر، عذرا الزبالة عايشة ويا الناس. اكو فيديو طلعناه باب مستشفى اليرموك دليل، عايشة بالشوارع ما حد مهتم لهالشيء. حتى تتأكدون اكثر عن اللي جاي احكي، تعالوا نشوف هذا المقطع اللي وثق لنا يا مواطن ويظهر به تطاير النفايات بشوارع كربلة من سيارة حكومية مخصصة لنقل الانقاض والنفايات وتابعة الى دائرة البلدية. تعالوا نشوف ايش ده سوي. السيارات الحكومية بكربلاء ما ضابطين، يضبطون السيارات المدنية. والله مع الأسف سيارة حكومية تحمل أنقاض، الأنقاض مالتها صارت لترواحة بالشارع، لا حسيب لا رقيب تائه. لا والحلو يعني بهذا الموضوع انه دا احس انه هاي السياره دا تسوي اعاده تدوير بس للزباله، تاخذها من هالمكان وتطشرها بالشارع حتى يصير كوم كبير، بس على تكرار الزمن راح يصير كوم كبير. بس احب اقول للي يشتغل بهاي السياره واللي رقيب عليه، اكو غطاء ينحط فوق كل شيء ما يطير، ما يكلفكم شيء. الغطاء القديم كانوا هم يفرشوه ويقفصوه من الصفاح وينتهي، واكو غطاء جديد بال نشوفه باقي بلدان العالم، يدوس دقمه وينسد وروله يفتح ويسد. اما هنا لا، الزباله والكاسه تطير على راسك. هسه نروح من كربلاء ونروح للبصره. مع كل الاسف العراق اكو بي دوائر بلديه، اكو بي موظفين بالبلديه، واكو ناس تريد تشتغل. خلونا نكون واقعيين، واني ويا هاي الناس واحنا كنا ويا هاي الناس، اكو ناس تريد تشتغل بس اكو ناس ما تريد تشتغل، وخصوصا اللي لازمين المناصب. واكو مقوله تقول من امن العقاب ساء الادب. تخيلوا عامل كابسة مال زبل، أجلكم الله، لازم أكو جهة تراقب عامله يعني شغله، لكن لأنه بالعراق ما موجود هذا الشيء، اللي دا يصير بالبصرة هو اللي جاي ينتقد لنا يا هذا المواطن لعمل أحد أصحاب الكابسات اللي ما يخضع إلى أي قانون ولا رقابة، يتسبب بكسر الحاويات اللي هي تحوي النفايات بالشارع ويكون مظهرها لائق بعض الشيء لحد ما تجي الكابسة وشيل. ولهالسبب بسبب كسر الحاويات الزباله وين دا تنشمر؟ متناثره بالشارع. تعال نشوف اخوان، شوفوا هاي يعني العمال مال النظافه من يدخل للمنطقه. شوف طبعا ديك السياره مالت النظافه الكابسه زين شباب، وهاي يعني هاي شوف حاوياتنا جاي يفلشونها، وشوف الطريقه اللي ينظف فيها. شوف
شوف هذا شارع والله الكريم لو ما جاي وما منظف احسن له. شوف سوى بالشارع، شوف اخواني، شوف تفضل شوف الزباله، يعني يرضيك يا مدير بلديه البصره. اما محافظه قادسيه فهناك راح نشوف ناشط يشكو من تناثر النفايات والقمامه وين بمتنزهات ناحيه الصلاحيه بالديوانيه، واللي هي المفروض انظف مكان حتى الناس تروح عن نفسها، تتنفس عن حياتها، تنفس عن حياتها، عن روحها، تتنزه تتونس. لكن المتنزهات هناك عباره عن اولا مكب للنفايات، ثانيا مستنقعات مو متنزهات. تعالوا نشوف. اسال سؤال بريء الى وجه الله، هذا المكان شنو؟ هذا المفترض هو متنزه، مكان ترفيهي للناس بهاي المنطقه. شوفوا وضعيه عم انتم شو تسوون هنا؟ جاي تسبحون؟ عم هذا مكان ترفيهي، عم شو تسوون هنا؟ هذا شو تسوون هنا عم؟ هذا يعني هذا شاب جاي يقضي وقت بهاي البركه، هذا بركه، هذا مو مكان متنزه او كل شيء. يعني حسبي الله ونعم الوكيل بيكم يا مسؤولين، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل انه هذا المكان الترفيه تحولونه لهالشيء. هذه مشكله. المشكله الثانيه تعال شوف، تعال شوف دائرة ماء الصلاحية، الصلاحية تعلن الماي والناس تقول اللي ما عندنا ماي واصلنا. أحب أبشركم الماي هنا، هنا الماي، هذا الماي شوفوه هذا ماي المفترض للمواطنين لابينا بالمجاري، لسانة مفتوحة يا دائرة ماء الصلاحية، مو حرام هذا الماي؟ ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك، رزاق أبو أمير يقول المشكلة بيهم غير الحاوية ما يشليلون، لو القاع متروسة وصخ ورمل متكدس أبد ما حد يشيله، ومن تجي أقل مطرة تزيح هذا الرمل وسد المجاري، هي مو جديدة على جماعة التنظيف. هاني التميمي، ما رأيته في منطقتنا والشاهد الله يعمل كأنه جاي صخرة وبانزعاج شديد، يأخذ حاوية سحل من نذانها ثم يرفعها ويضرب منتصفها بالضلع فتحة السيارة ثم يرميها بالمكان آخر غير البيت اللي أخذها، يعني يأخذها بالمكان ضربها شمرها بغير مكان وطلع. وأنا رأيت بعضهم يفتح الحاوية فيأخذ علاقة مثلا ويتركها وكأنها هي فارغة، بل ورأيت بعضهم يأخذ واحدة ويترك الأخرى، فهي إذن مشكلة عامة. علي، لو كان هنالك شعور بالمسؤولية وحرص من المسؤول لما آلت الأمور إلى هذا، بس ماكو غيرة. هيثم كاظم الحسيناوي، مع الأسف الشديد وصلنا إلى هذا المستوى. على الرغم من أنه شباب العراق مظاهراتهم ما وقفت، ما سكتوا وهم يطالبون بالتعيينات بالوقت اللي تزيد به نسب البطالة بين الشباب العراقي واللي بها مشاكل كبيرة وأهم التوجه للإدمان وإلى عالم الجريمة، لكن ما حد جاي ينفه لهم ولا يداري لهم بال، ولهذا أكو عندنا مشكلة كبيرة بالعراق واللي أهمها البطالة. باعوا هذا المقطع المصور اللي يظهر به أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بحق المجنون بالبصرة بوقت يعاني بأهالي قضاء شرط العرب البطالة وعدم وجود فرص عمل. خلونا نشوف. جيوش جرارة من العمالة الأجنبية تغزو حق المجنون النفطي، رسالة من أبناء شمال البصرة إلى نواب لجنة النفط والغاز في محافظة البصرة. حالياً 95% من العمال الأجانب جاي يشتغلون بالسي بي اف 2 لحق المجنون النفطي. شركة كي ام اس كي العراقية اللي تعمل بالحقل جايبة 90% من كوادرها عمال أجانب بحجة هذول خبراء وفنيين، لكن بالحقيقة هم عمال فقط. كذلك شركة البلال تعمل أيضا بالسي بي اف 2 لحق المجنون النفطي، 90% من كوادرها هم من باقي المحافظات، وبالنتيجة بعض ابن شمال البصرة حصته من النفط بس الأمراض السرطانية والفشل الكلوي اللي وصلت إلى أعداد مخيفة. قدرون يا نوابنا تحاسبون شركة كي أم أس كي العراقية وشركة البلال وتفرضون عليهم يجيبون عمال من شمال البصرة حصرا،
بس ها بعدالة وإنصاف وبعيدا عن العلاقات والمحسوبية. قبل تأميم النفط بالعراق في ستينيات القرن الماضي كانوا أكو خبراء أجانب يعملون في مجال النفط، بس بيهم من الاتحاد السوفيتي، بيهم بريطان، بيهم إيطاليين، بيهم فرنسيين، بيهم فرنسيين، بيهم يعني بيهم جنسيات ألمان، عدة جنسيات. فكانوا أكو خبراء بس أعداد بسيطة، يعني كل حقل يمكن اثنين ثلاثة، لأن كانت حقول هم بها شركات أجنبية تشتغل قبل أن يتأمم النفط. بس مال كل ذول الأعداد خبراء وكلهم هنود وبنغال وأفغان، ذولا مو خبراء، طلعوا ذولا اللي يشتغلون والنفط مالتهم مو مالتنا. زين خلي عينون خبراء عراقيين إذا يقبلون. أما هذا المقطع اللي راح أشوفه هسه، الكل يعرف قضية المصانع العراقية المعطلة، خصوصا إذا ذكرنا اللقاء المتلفز لوزير الصناعة العراقي الأسبق صالح عبد الله الجبوري، اللي قال بي ماكو وزير صناعة يجي للوزارة يقدر يفتح ملف المصانع العراقية نهائيا، واللي تحاسب على هذا الكلام، بما معناه أنه مصانع العراق لازم تظل معطلة. ولهذا عندنا مقطع من مواطن ينتقد به الإهمال الحكومي لحال المصانع المعطلة بالبلاد وعدم الاكتراث إلها بموازنة 2023، واللي من الممكن أن تساهم في القضاء على مشكلة البطالة في البلاد رغم الموازنات الانفجارية. تعالوا نشوف موازنة انفجارية تريليونات، ما فكروا يخصصون من عدن يفتحون معامل يشغلون الشباب، ما فكروا يخصصون من عدن يصلحون المصانع اللي موجودة اللي عندنا، اللي بالبصرة مصنع الحديد والصلب، اللي بالأنبار مصنع الجام. مليارات تريليونات موازنة انفجارية فكروا بس يصرفون، ما فكروا شلون يعيدون الدخل للمواطن ويشغلون الشباب. أغلب الشباب اللي تعينت هسه كلهم خريجين، لكن أكو عندنا شباب مو خريج ما عنده شهادة يريد يشتغل يريد يعيش، شو يسوي هذا غير أنت توفر له معامل حتى يشتغل بها؟ لك أنتوا إلى متى تبقى عقولكم وش محجرة؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك سمر الحسيني، ما جاي نعرف ليش هالبوغ، ليش ما تشغلون المعامل وتخلون الناس تسترزق منها حسبي الله عليكم. جانا الشبيب يقول لأن البرلمانيين يردون فساد حتى يمشون شغلاتهم اللي فتحوها له أو استيرادهم الخاص حتى يستفيدون، وين الحكومة؟ ماكو حكومة. علي دوش، الحمد لله بكالوريوس صار 4 أشهر ندور رعاية اجتماعية، نقول الله موجود. وحميد داود يقول يجب محاسبة الجميع من كبيرهم إلى صغيرهم، وقفوهم أنهم مسؤولون، يحاسبون أشد الحساب العسر وإرجاع جميع الأموال المنهوبة. فكان تعليقات الناس حول هاي القضية. مشاهدينا الكرام، بعد إقرار الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة بداخل قبة البرلمان وقراءة بنودها قراءة أولى وقراءة ثانية وتمت الموافقة عليها بالكامل، ومن ضمن مواد الموازنة هي مادة لمساعدة جزر القمر والصومال وبعض البلدان الأخرى، وفي لقاء متلفز مع إحدى النائبات قالت نعم أني صوتت على هاي المادة لأن هذول البلدان فقيرة. زين عين الصومال فقيرة وجزر القمر فقيرة وأريتريا وغيرها، والعراق ما بفقر؟ زين الفقر اللي بالعراق شنو؟ سولفي لي بيه شوية أكثر. أكثر من ربع الشعب العراقي مو فقر، تحت خط الفقر. إحنا مو بالضد من مساعدة الناس، إحنا مو بالضد أن نوقف ويا إخواننا، بس خلي الناس اللي جوا تعيش بكرامة أولاً وراها نفكر بالغير. لهالسبب وصلتنا مناشدة من مواطن عراقي حب يشوف المسؤولين الحال اللي وصلوا للعراقيين عبر نافذة أنت ترى. تعالوا نشوف سوية قادة الأحزاب وزعماء نواب مستقلين، أسألكم بالله من الأولى أو الأحق بالمساعدة، السودان والصومال وفلسطين وجزر القمر لو العراقي المشتلق بخته بهذا الحر وهذا الضيم؟ أنا أتكلم تمام مواطن عراقي، الدستور كفلي عيش كريم وسكن كريم، بس لا عيش كريم ولا سكن كريم، كل شيء ماكو، كل شيء ما مستفادين من الدولة. فأتمنى توصلك رسالتي يا دولة الرئيس أنت وسيد محمد الحربوسي، بدل ما صرتوا للعالم هتعطونها فلوس انتبهوا إنه، لأن اللي طيتوهن لا
جزر القمر وهاي كان نطيتهم ان احنا للمولدات حتى نسحب كهرباء تمام بدل ما هذا حالنا بشرفكم بغيرتكم هذا حال ماي انا اصب ماي ليش الله يا محمد يقبل. هذا حال المواطن العراقي والبرلماني شنو يفكروا لي بالصومال وبجزر القمر. مشاهدينا الكرام ارجع واقول احنا مو بالضد ان نساعد بلدان اخرى او اناس اخرين، لكن العراقيين هيك عايشين، اكو ناس بالعراق ما لاقيه تاكل، اكو ناس بالعراق تدور رعايه اجتماعيه، واكو ناس بالعراق تدور وظيفه. وفر لي امان، وفر لي وظائف، وفر لي رواتب، وفر لي تقاعد وحقوق زينه، وفر لي ديمومه للحياه، كهرباء، ماي، خدمات، ذني كلهن وفر لي اياهن، عيشني عيشه كريمه ويزيدا عندك فلوس ايش قد ما يزيدا. اذا صرفت على العراق من هاي الميزانيه اللي مقدارها 85 90 مليار 5 مليار وعيشت العراق بامان بهاي الصوره وزاد عندك 80 وصرفتهن على البره ما حد راح يحكي وياك. اما تحت خط الفقر اكثر من ربع الشعب العراقي وانت تصرف على البره وتعطي وتساعد ايران حتى تعبر العقوبات الاقتصاديه وتنطي الى نظام الاسد وتنطي الى حزب الله في لبنان والعراقي هيك حاله، هذا اللي احنا واقفين ضده. برنامج صوتكم لهذا المساء انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم ان شاء الله على خير باكر بنفس الوقت ببرنامج صوتكم، انتظرونا في امان الله.